أعلنت وزارة التربية والتعليم فتح باب تقديم طلبات التحويل بين المدارس للعام الدراسي 2024/2025 عبر خدمة تحويل طلبة المدارس المتاحة على البوابة الوطنية ابتداء من يوم الأحد الموافق السابع من يوليو 2024 وذلك وفقا للاتي: تحويل الطلبة من المدارس الحكومية إلى المدارس الحكومية خلال الفترة من السابع يوليو 2024 إلى الثامن عشر من الشهر ذاته. تحويل الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الخاصة من السابع من يوليو 2024 إلى التاسع والعشرين من أغسطس 2024. تحويل الطلبة من المدارس الحكومية إلى المدارس الخاصة من السابع من يوليو إلى التاسع والعشرين من أغسطس 2024. تحويل الطلبة من المدارس الخاصة إلى المدارس الحكومية من السابع من يوليو إلى الثامن عشر من الشهر ذاته. علماً بأن جميع طلبات التحويل تخضع لمعيار تبعية عنوان المجمع السكني للمدارس والشواغر المتاحة فيها وهي متاحة من الصف الأول الابتدائي ولغاية الصف الثالث الثانوي